التحدي اللي كاين هو نبرهنوا في هذا اللقاء ولقاءات اخرى عن مدى قدرتنا على اننا نترفعوا على الخلافه ديالنا الصغيره ونتفرغوا لما هو اساسي. هذا حزب بيت الجميع، هذا حزب بناوه سواعد ديال المناضلات والمناضلين، ومن المفترض بل من المؤكد انه خصو يستوعب جميع المناضلات والمناضلين على اختلاف تقديراتهم. لكن اللي كنحرصوا نبلغوا المناضلين ديالنا هو ان كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو، كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. ونادرا ما تتاح يعني فرص تاريخيه بالمعنى اللي هي متاحه اليوم لبلادنا من اجل انها تحرز المزيد من الخطوات على درب تحقيق الطموحات ديال المغاربه كاملين اللي تعاقدنا عليها في وثيقتنا الدستوريه، واللي تعاقدنا كذلك عليها في عدد من البرامج. اليوم الحزب يجب ان يستعيد المبادره، ويجب ان يكون حاضر ميدانيا من خلال انصات النبض ديال المجتمع، ومن خلال يعني التعبير عن التطلعات والانتظارات ديال فئات ديال المجتمع ديالنا اللي يعني اللي المطالب ديالها والطموحات ديالها واضحه. تنعرفوا لانه كاين مشاكل داخل حزب الاصاله والمعاصره كيف كاين احزاب اخرى. الفرق وهو احنا ما تنخبعوش الشمس بالغربال فاش تطرح مشاكل، تنحاولوا باش نلقاو لها الحلول المناسبه، وهذه داخله في هذا السياق. هذا اليوم الحمد لله القياده موحده من امينها، من رئيسه المجلس الوطني، من رئيس المكتب الفيدرالي، من رئيس الهيئه الوطنيه للمنتخبين، من مؤسسات اخرى اللي ما ذكرش. ولكن تنظن على اننا بهذا العمل يمكننا نطلقوا ديناميه جديده ونكونوا حقيقه تنلعبوا الادوار المنوطه بنا كحزب، والمنوطه بنا كذلك كمناضلين وكمنتخبين في جميع المؤسسات. هذا اللقاء هذا وضمن كل اللقاءات اللي هي مبرمجه في جميع جهات المغرب هي من مخرجات الاجتماع الاخير ما بين المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وسكرتاريات المجلس الوطني. انا اليوم لي الشرف انني كنمثل السيده رئيسه المجلس الوطني اللي هي غائبه لظروف قاهره، هي خارج ارض الوطن، ولهذا المخرجات هو اننا نواصلوا الديناميه ديالنا اللي كانت دائما منذ التاسيس، كان دائما تواصل مع المناضلات والمناضلين، كاين ديناميه في التنظيم، ديناميه في كل المجالات فيما يخص حزبنا. اذا هذا التجسيد الديناميه ماشي شي حاجه جديده، وانما حنا كنواصلوا الديناميه ديالنا بنفس جديد وباتفاق جديد بين كل مؤسسات حزب الاصاله والمعاصره. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.